بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السيشن اللي فات كنا وقفنا عند إن إحنا عملنا البيج ستراكتشر اتش تي ام ال ستراكتشر بتاع الويب سايت، أو الويب بيج بمعنى أدق، اللي إحنا راح أو إحنا بصدد تصميمها. هنبتدي في السيشن بتاع اليوم إن إحنا ندخل على الديزايننج. تمام، مسألة التصميم وكتابة كود السي اس اس بمنتهى البساطة. أنا في الويب سايت بتاعي فتحت صفحة سميتها ستايل دوت سي اس اس، وسطر الربط عندي كان نايم فصحيته. الربط بتاعي ستايل دوت سي اس اس، ولقيت ملف الستايل دوت سي اس اس وانا جاهز علشان اكتب الكود او جاهز علشان اكتب الستايلز بتاعي. تمام، رايت. النقطة الأولى يا جماعة، قبل ما نكتب الكود، التصميم بتاعنا هيستهدف ثلاث تصميمات مختلفة. أول تصميم للسكرينز، لللابتوبز والديسكتوبز، الشاشات العادية. النقطة الثانية تصميم خاص بالتابلتس. النقطة الثالثة تصميم خاص بالسيل فونز والموبايل فونز. تمام، أدايات جانب. الجانب الثاني، التصميمات ديت يا جماعه احنا هندرجها في ملف سي اس اس واحد بس. طبعا القصه ليها توابع كتيره، انت ممكن تحط كل تصميم في ملف سي اس اس سيبريتد، لكن الامر ده ليه تداعيات تانية وليه احكام تانية احنا مش بصدد الحديث عنها في الوقت ده، بس راح نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في الانهانسنج، في الجزء الخاص بالانهانس بعد الجزء الخاص بالريسبونسيف ديزايننج في الكونتنت الرابع ان شاء الله باذن الله من الكورس ده. الجانب اللي جاي، طيب يا جماعه انا عندي قبل ما اكتب الكود، انا الكود بتاعي مقسوم لنصين. النص الاولاني فيه ستايلات جلوبال بسميها الجلوبال ستايلز. الجلوبال ستايلز ديت يا جماعه بمنتهى البساطه ستايلات ما راح تتاثر كتير ب انا بتعرض على اي ديفايس، يعني مش بيهمها الكلام ده. دي بمثابه ستايلات عامه بتكون موجوده او بيتعمل حسابها في اي براوزر على اي ديفايس على اي سكرين. متفقين يا جماعه؟ معنى ادق ديت سمه مشتركه ما بين كل ستايلات السي اس اس الخاصه بالويب سايت ده. وطبعا انتوا عارفين اول حاجه لازم أن تكون اساسيه قبل ما اكتب كود السي اس اس بتاعي لو انا كنت عايزها، طبعا تمام، هي السي اس اس ريسيت، او اسف الريسيت. تمام، ريسيت ولا نورمال ولا نورمالايز، الفرق ما بين الاثنين. احنا خلينا في الفوكس باللي احنا اتكلمنا عنه، احنا هنشتغل سي اس اس ريسيت. تمام، النقطه اللي احنا ننبهنا عنها قبل كده يا جماعه، بالله لو انت تشتغل سي اس اس ريسيت خد بالك انت بتعمل ريسيت للاليمنتس بتاعت اتش تي ام ال اللي انت استخدمتها، واللي انت استخدمتها بس، انت مش محتاج تعمل ريسيت لكل عناصر اتش تي ام ال. الكلام ده بيعمل لك لود على البراوزر تبعك. طيب انا استخدمت ايه عناصر اتش تي ام ال يا جماعه؟ استخدمت اتش تي ام ال، استخدمت بادي، استخدمت اتش 1، كمان استخدمت اتش 2، استخدمت وسم ديفيجن، استخدمت وسم سيلكت، استخدمت على ما اظن استخدمت يو ال يقينا بالضروره، استخدمت ال اي، استخدمت بي، وبالاخير استخدمت وسم ادراج الانكر وسم الروابط بتاعي. دول تقريبا كل ملفات الاتش، كل ال اتش تي ام ال اليمنتس اللي انا استخدمتها في الوثيقه بتاعتي. ودي الوثيقه بتاعتي موجوده قدام مني، انا ما طلعتش بره منها. تمام، دولت كل الرسوم اللي انا استخدمتهم. انا عايز اعمل ريسيت لايه بالظبط يا جماعه؟ ها اكزاكتلي يا جماعه، للبادنج بالصفر، وللمارجن صفر. الناس طبعا تعرف كويس خالص ايه الريسيت فايدتها، وسبق ان احنا اتكلمنا عن النقط ديت قبل كده يا جماعه. اوكي تمام، الجانب الثاني كان خاص بايه؟ كان خاص بالبيور اتش تي ام ال اليمنتس. عايز تعمل الجنرال سيلكتور اتش تي ام ال، انا هستخدم فيه حاجتين اثنين يا جماعه. هستخدم فيه باك جراوند، وانا اخليها على الشورز على كده على طول يا جماعه، واقول له لون، انا عايز منها لون بس، واخلي لون الرصاصي سي سي سي. وهستخدم دايركشن، باعتبار ان الموقع بتاعي يعني عربي، فهخلي الدايركشن بتاعي ار تي ال رايت تو ليفت. تمام اوكي، ده جنرال سيلكتور اتش تي ام ال. هنزل على البادي. تمام، واحنا عارفين الفرق ما بين اتش تي ام ال جنرال سيلكتور وبين البادي، ده نقدر نقول عليه الانيشال شويه. ها ده البادي الجسم نفسه. اوكي تمام، هنقول من البادي انا هستخدم برضه باك جراوند، وفي الباك جراوند انا هستخدم هاش باللون الابيض.
طب انا يا جماعه الالوان ديت والكود او الحاجات بتاع اللون ديت كلها انا واخدها كوبي بيست من كورس جيمس ويليامسون يا جماعه، علشان بس التصميم يطلع شكله جميل باعتبار ان هو حاجه قياسيه يعني، او مش اقصد حاجه قياسيه، حاجه تستحق ان انت تكتب كود وتتابعها، فعايز تطلع حاجه شكلها جميل، فبدل ما نجرب الامور بعشوائيه شويه احنا بنستهدف بس تصميم. تمام، ده جانب. الجانب الثاني استخدم مارجن. انا محتاج ايه من البادي يا جماعه؟ محتاج اكزاكتلي طالما كتبت وصم سيلكتور بادي محتاج اني اخلي ها المساله في النص، فكنت بستخدم مارجن زيرو اوتو. تمام، بس انا المره دي مش هستخدم زيرو، انا هقول له 2 اي ام من فوق واستخدم اوتو بالفعل على المحاور افقي اللي هي سين وسط، اسف سين افقي، واستخدم 2 اي ام من تحت، فانا كده عندي ده من فوق، ده يمينه وشمال، وده من تحت. الناس طبعا عارفه القصه ديت. وبالاخير انا هستخدم في البادي بادنج، طبعا الناس عارفه الفرق ما بين البادنج وما بين المارجن، انا هستخدم بادنج 25 بكسل من اي مكان للكونتنت بتاع البادي، فبالتالي الكونتنت بتاع البادي راح يظهر من 25% بكسل، من 25 بكسل من كل الجوانب بتاعي. ده كجنرال، ده بالنسبه للبادي جنرال سيلكتور دايركتلي على مين؟ انا على عناصر ال اي. تمام، طالما انت موجود في ال اي يبقى تنادي بقى، ماشي اوكي، معايا السيلكتور لسه، اسف معايا الكلاس الاسم منيو، جوه الكلاس الاسم منيو معايا يو ال، ذن معايا ال اي، انت عايز ايه من الليست ستايل؟ اكزاكتلي يا جماعه، طبعا انتوا عارفين انا بستخدم الوصف من دات في ايه علشان اغير في الستايل تايبس مع الجنرال ليست داش ستايل تايب علشان انوم البوليت ديت، الامر اللي هو ممكن يكون يضايق شويه القايمه النقطيه ديت، انا مش عايز اشيلها طبعا يعني. تمام، بعتبر ان هم يعتبر روابط يعني، والاخير عن الروابط ما ننسى طبعا ان احنا راح نستايل الروابط، واول حاجه بنعملها اكزاكتلي يا جماعه تكست ديكوريشن. تكست ديكوريشن نان عشان اشيل الهايبر لينكات، اسف الاندر لاين من الهايبر لينكات. كلر اللون ده يا جماعه اكزاكتلي كوبي بيست، لو الناس عايزها طبعا 6 6 7 اف A او اف 6 A. تمام، وبالاخير معايا بوردر بوتوم داش، بوتوم ده جانب جمالي شويه يعني، باعتبار ان الروابط بتاعي انا هحط لها من تحت، تحت منها هحط لها زي اطار كده بوردر من تحت، فهخليها 1 بكسل ومش هخليه سوليد، هخليه دوتد. المساله جانب جمالي مش اكتر يعني. تمام، وهاش بنفس قيمه اللون اللي انا كنت استخدمته فوق يا جماعه. تمام، انا هنسخه وبيست عليه. اوكي، بالاخير يتبقى معايا جزئيه اخيره كانت خاصه به الجنرال كلاس اللي انا كنت سميته مين يا جماعه. تمام، وانا قلت قبل كده يا جماعه المين ده قلنا ممكن نستخدمه في حاجات مختلفه، فايده ان يكون في رابر ان انت بتعمل عليه حاجات اللي ما ينفعش تعملها على البادي، واحده من ضمن الحاجات اللي انت ما ينفعش تعملها على البادي الاوفر فلو يا جماعه. تمام، فاكرين لما عملنا اوفر فلو على البادي عمل لي ايه؟ طبعا انا مش بصدد الحديث عن الكلام ده دلوقتي، لان الكلام ده اتسبق وان احنا اتكلمنا عليه اوفر فلو نان، وراح نتكلم نحن نقول في مارجن داش توب بس بقيمه معينه نخليها 2 اي ام، ده جانب برضه جمالي مش اكتر، انا عايز هو البادي بتاعتي واخده مارجن من فوق 2. تمام، انا هخلي المين ياخد برضه من الـ من من الـ من البادي مارجن توب 2 2 ام 2 يعني اللي هي القيمه الريلاتيف ديت يا جماعه. تمام، اوكي، انا بنعمل كنترول اس دولت بنسميهم كده الجلوبال ستايلز تبعي. تمام، لو انا رحت الملف ال اتش تي ام ال تبعي وعملت ريلود، تمام، ده الشكل، ده الشكل حتى الان يعني، ده بالنسبه للجلوبال ستايلز بتاعي. طبعا انا لسه ما ضفتش فيه حاجه. تمام، رايت، نيجي يا جماعه لملف ال اتش تي ام، لملف السي اس اس، وكده احنا نكون ان شاء الله جاهزين ان احنا نشتغلوا على اول ميديا كويري او اول تصنيفه يعني، فهنكتب ديسك توب ستايلز. الستايلات اللي جايه ديت يا جماعه كانت خاصه بالديسك توبس. تمام، هدي لنفسي مساحه علشان الكود يبقى ظاهر معايا. تمام، انت عايز ايه من الديسك توب ستايلز ديت؟ ماشي، الله المستعان.
اول حاجه يا جماعه حطوا في الديسكتوب ستايلز ات ميديا، قاعده ات ميديا. الناس طبعا ديت واحده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الميديا كويري، ويعني اتكلمنا عنها بتوسع شويه، فانا طبعا مش بصعب ان انا اوضح بالظبط كل كلمه هكتبها ايه، لان الكلام ده اتقال قبل كده. هقول له اونلي سكرين، تصميمي ده بيستهدف اونلي سكرين. هستخدم اول شرط معايا اند ما بين القوسين، هتكلم عن من داش ويت في الكويري فيتشر او الميديا فيتشر دي، هقول له انا عايز 7 6 9 بيكسل تمام، وهفتح البريسز بتاعي. وطبعا ايه انا هدف هنا شويه. طيب الكلام ده جبته من فين؟ صلوا على النبي يا جماعه. طيب علشان برضو نبقى في الصورة والموضوع ما يبقاش واسع ومفتوح وما لهوش حدود زي ما الناس ممكن تكون حست في ميديا كوير. تمام طيب انا هنحط بس الابعاد بتاعت القصة ديت. واحد من ضمن الناس الروعة في المجال، صاحب الـ CSS Tricks يا جماعة اللي هو كريس كوير، واحد من ضمن الناس اللي بصراحة 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 يعني يعتبروا من الرائدين في المجال ده يا جماعه. كانت مقاله في 24 مارس 15. المقاله ديت بيحاول يحط فيها البريك بوينتس بتاعت الديفايسز المختلفه. تمام تمام ماشي. نظره سريعه علشان الناس برضو تكون في الصوره. لو انا كنت بستهدف تصميم للفونز، انت عندك انواع مختلفه من الفونز، ايفونز، جالاكسي فونز، اتش تي سي فونز. لو انت بتستهدف تصميمات لايفون، ها فانت عندك ايفون على ايفون 4 و4 اس، بورتري ولاند سكيب لوحده، بورتري لوحده، لاند سكيب لوحده. لو انت بتستهدف ايفون 5 و5 اس، بورتري ولاند سكيب لوحده، بورتري لوحده، ولاند سكيب لوحده. ايفون 6 بورتري ولاند سكيب، بورتري لوحده، ولاند سكيب لوحده. ايفون 6 بلس بورتري ولاند سكيب، بورتري لوحده، ولاند سكيب لوحده. تمام ده بالنسبه لعائله ايفون وايفون بس. انتوا القايمه مع الجالاكسي نفس السيناريو، مع اتش تي سي نفس السيناريو، تكفل السلسله بتاعت ايفون تنزل على التابلت، معك ايباد وجالاكسي تابلت ونكسس وكيندل فاير. طب خلصت من التابلت، معك اللابتوبس، عندك ريتنا، نون ريتنا وريتنا، الشاشات اللي هي ريتنا بتاعت ابل ماشي، ما عندك الويرابل ساعات. لو انت كنت بتصمم لساعه، ساعه زي مثلا ابل ووتش او ساعات من المهم يا جماعه، كل واحد من دول اهو لميديا كويري لوحده. الموضوع بصراحه انا مش في الكورس ده، انا مش بتاع الكلام ده، انا مش هعمل تصميم لموقع يمشي مع المولد ده كله، لا 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 بصراحه انا بقول الف به ريسبونسيف. السوق مش عايز الكلام ده يا جماعه، او انا مش بقول ان السوق مش عايزه، بمعنى ادق انت كديزاينر مش راح تعمل كل التصميم الموقع بتاعك هتصممه على كل الكلام ده. لو انت عايز تعمل الكلام ده فبالتالي اقعد معاك الميديا كويري وانطلق، وانا عايزك كده تنطلق في الكود بتاعك لو انت ناوي تستعرض. بس بصراحه الكورس ده يا جماعه بيستهدف ثلاث تصميمات مختلفه، تصميم السكرينز، وانا هقول اهو تصميمات يا جماعه من الاخر كده تصميماتي. بصوا لو انا بشتغل على موبايل اهو، من موبايل في الموبايل اخري هيكون 480 بكسل، اخري 480 بكسل، يعني من اول مفيش كمان، اقول له ماكس ويتس بتاعك 480، يعني من 480 وانت ونازل تصميمي هيبقى موبايل. كمان في الموبايل انا مش هستهدف بورتري ولاند سكيب، على الرغم ان احنا اتكلمنا عن بورتري ولاند سكيب في الميديا كويرز. الجانب الثاني بالنسبه للتابلتس، التابلتس هحط لها رينج يا جماعه، انا كان اخري في اخري كان 480، هقول له خلاص تعلى بواحد بكسل، يعني 481، فالرينج بتاعك ما بين 481 و 7768 اللي هي 768. انت في الرينج ما بين 481 و 768 انت بتستهدف تصميم التابلتس، وبعدين هتاخد من 769 اللي هي اعلى من 768 ب 1 بكسل 799 69، فبتقول من 769 فما فوق، يعني المين ويتس بتاعك 769 فما فوق تمام، يعني من 769 وانت وطالع تصميماتي او الفلاتر بتاع ال سي اس اس بتاعي كانت عباره عن ايه؟ بتستهدف السكرينز العاديه. ده السبب اللي خلاني اكتب في الكود تبع يا جماعه ها اند المين ويتس 769 فاهمني، اللي هو 768 زائد 1 عليت عليها بواحد، فالتصميم بتاعي من 769 وفوق، ده اللي بيستهدف تصميم الشاشات بتاعت اللابتوبز والسكرينز وكده تمام. رايت وما تنسى بالله تاني، طالما انت استخدمت الرول ديت الطريقه ديت في ان انت تدرج اكواد السي اس اس بتاعك، انت بتكتب الفلاتر بتاعك ما بين البريسز بتاعت الميديا،
متفقين بالله ما حد ينسى النقطه ديت. الكلام ده مش هيبقى له اي تاثير لو انت كتبت الكود بتاعك بره الرول ميديا، تمام، بره البريسز بتاعت الرول ميديا، تمام. عايز ايه منها؟ اول حاجه يا جماعه البادي، وانا قلت يا جماعه ان انا تصميمي بيستهدف تصميم ريسبونسيف بس في فلويد وفي فيكسد. انت بتكلم بجد؟ اه. فيكسد جت من فين؟ انا مستخدم فيكسد يا جماعه، مستخدم في فيكسد في مستخدم فيكسد في البادنج اللي حطيتها على البادي، قلت 25 بكسل رغم تصميم ريسبونسيف. الجانب الثاني بقى في البادي، ها خلونا نكملها بقى علشان يبقى تصميمك فلويد وانت ريسبونسيف وكاتب في قيم فيكسد هتستغل ان بيرسنت يقينا، صح؟ ماشي. الويتس بتاعي هيكون عباره عن كام يا جماعه؟ عباره عن 70 ان بيرسنت. وما تنسى النقطه ديت بالله علشان الناس بتنبه كتير جدا عليها في يا جماعه، ما تنسى ان انت جوه الرول ميديا بتاعك تحط الويتس بتاعك ان بيرسنت، ما بتحطش ويتس بالبكسل غير لو انت عارف كويس خالص انت بتعمل ايه، او انت بتعمل او بتعمل ستايلز سبيسيفيك على ديفايس معين، فاهمني؟ فعشان كده عارف كويس خالص قيمه البكسل. وانا عن نفسي مش بفضل ان انت تكتب بكسلز ان الواتساب بالذات عشان تبقى فلويد، متفقين يا جماعه؟ فتخلي التصميم بتاعك ان بيرسنت 70%، متفقين؟ تمام. 70 انا تصميمي عايزه 70% من البادي، مش عايزه 100% يا جماعه، عايز اشيل شويه فراغات ده من جمال الجانب ده تصميمي، يعني وجهه جماليه، شكل جمالي مش اكتر. وكل ديزاينر بيبقى له رؤيته في القصه دي، تمام. اوكي، هنزل بعدين على اتش 1. من اتش 1 انا هستخدم ده العنوان الرئيسي بتاعي اللي هو ساعات هتلاقيني عديت، يعني انا الهيدر ده انا اظن انا مش هستخدمه خالص، بس ده من باب التنظيم. ممكن اكتب لك هيدر وبعدين اتش 1، انا ما عنديش غير اتش 1 بس، متفقين يا جماعه؟ طيب ماشي. لا خلينا زي ما احنا متعودين. حاضر، هيدر في الكلاس اللي اسمه هيدر اتش 1، عايز منه ايه اتش 1؟ هستخدم مارجن داش بوتوم، مارجن بوتوم عليه ب 10 بكسل، يعني المساله كلها بمنتهى البساطه انا عايزه ينزل 10 بكسل، او اسف يا ربي المسافه اللي ما بين الاتش 1 وما بين النص اللي هيشك تحت منه اللي هو بيكون عباره عن البي تبقى 10 بكسل، بحيث اني افرد زي ما هو كان موجود، يعني افرد مسافه ما بين الهيدر وما بين الكونتنت اللي تحت منه، بحيث ان الاثنين ما يبقوش راشقين في بعض زي ما انا هعمل في القائمه الجانبيه وما بين عناصرها، الاثنين ما يبقوش راشقين في بعض، فهسيب 10 بكسل نفس القيمه هنا، تمام. اوكي، ده في التصميم بتاعي، فانا هسيب 10 بكسل تحت بالنسبه للاتش 1. طيب اوكي جميل، معايا ايه تاني؟ اروح دايركت يا جماعه، هنزل على البانر الكلاس اللي اسمه بانر دوت بانر. اوكي، عايز من نوع الكلاس اللي اسمه بانر ده يا جماعه. ماشي يا عم، انت اهدى كده وخلي الامور تمام وخد نفسك، احنا كنا موجودين يا عم في اتش 1، انت سبت المنيو وسبت السيلكت ونزلت على البانر على طول كده، ها. طيب اوكي يا جماعه، المساله ديت بمنتهى البساطه بترجع لك انت، تمام. لكن انا يقينا معاك في ان انت المفروض تمشي بتنظيمه معينه، لكن انا مش ناوي نحط دلوقتي في الوقت ده حاجه في البي، يعني انا ما عنديش غير الكلاس بتاع الهيدر ده اللي فيه الكونتنت، بعدين عندي المسافه دي فيها يمين وشمال، فانا ما عنديش مشاكل هنا يمين وتحت منها في اللي انا كنت بقول عليها السليكشن دي، والشمال اللي هي كلمه الصوره الرئيسيه للبانر، فانا ابتديت بالبانر اللي هي اللي على الشمال، فانا يقينا ما سبتش حاجه في الكود، عشان بس ما تستغربش تقول انت سبت كتير، انا ما سبتش يا جماعه حاجه، المنيو هيجي لها بعد البانر، تمام. فانا هاخد الناحيه اللي على الشمال، بس الكلام اللي انا هكتب فيه كود كتير، يعني او مش كتير بمعنى ادق، انا بوفر على نفسي يعني. البانر عايز منها ايه؟ اكزاكتلي اول حاجه هاخدها منها الفلوت، والبانر الفيتشر ايمج يا جماعه، البانر ديت الفيتشر ايمج اللي هي الصوره دي، فدي فلوت فين يا جماعه؟ فلوت على الليفت طبعا، تمام. فلوت على الليفت عايز منها ايه؟ اكزاكتلي واتس بقى واتس ايه؟ الله، ما انت مش واخد بالك ايه يا جماعه، ما نركزوا شويه بالله، فلوت على الليفت ديت هتاخد ويتس وديت هتاخد ويتس، تمام كده، وفي ما بينهم جاب، في فراغ، ايوه كده. نرجع شويه لورا في الفلويد، في الفلويد ديزايننج فاكرين الكلام ده، تمام ماشي. 36 امبرسنت
يا عم ما خليتهاش تاخد ليه ال، لا لا انت مش واخد بالك، انا خليها اسف يا ربي 63، والناحيه الثانيه هتبقى كام؟ هتبقى الباقي اللي هي 35. طب الله في 2 بيكسل اكزاكتلي، ده الجاب اللي في النص ما بين الاثنين اللي هو بنقول عليه الفراغ اللي في النص ما بين الاثنين. يعني انا هخلي ده 63% من العرض العام، وده 35%، يتبقى كام على المية؟ يتبقى كام؟ يتبقى ال 2% فرق دول. وبالله يا جماعه واخدين بالكم، انا كتبت 63% التلاتة، لما اجي هكمل مش هكمل على السبعين، الله يسترك يا رب. انت بتكمل في المية، الكلام اللي انت بتحطه يا جماعة ال 63 وال 65 عبارة عن 100% من العرض العام اللي هو البادي، اللي هو واخد 70% من العرض اللي انت عايز تعرضه. يعني انا بقول له عايز 70% براحتي، انا مش عايز اعرض 100% من البادي، انا عايز البادي تبقى 70%. فالكلام اللي جوه منها، الكلام اللي جوه منها اللي هو عبارة عن الصورة والكونتينر والجاب، ده عبارة عن 100% من البادي. فانت لما تيجي تحسب بتقول 63% و2% كده 65 و35% كده كملت 100%، مالكش دخل خالص بال 70% اللي انا استخدمتها فوق. ال 70% ديت لاني انا عايز اسيب الفراغ ده اللي على اليمين والفراغ اللي على الشمال، تمام يا جماعه؟ ده الجانب تنظيمي مش اكتر، عشان ما حدش يقول لي 70% كمل لي على ال 70، 63 كده ما خليتش حاجه للقايمه، لا لا لا، تمام. ده بالنسبه للوتس 63%. الجانب الثاني هستخدمه اتش الهاي وف هايت. يا جماعه انا هستخدم فيكسد بيكسل 450 بيكسل. طيب هو 150 بيكسل ليه يا عمرو؟ 150 بيكسل، نرجع تاني للويب سايت بتاعي. انا عندي ثلاث صور بتاعت تصميمات، اول صوره كانت الستيرز اللي انا استخدمها، انا حتى اخدتها والله بنفس الاسم من كورس جيمس وليامسون يا جماعه. لو انا عملت كليك يمين ورحت على الديتيلز بتاعها، الاقي في الابعاد دايمنشنز بتاعتها 660 بيكسل، انا عايز الهاي. الهاي 495، الهاي بتاعها هي 495، الهاي اللي انا كاتبه 450، يعني الهاي بتاعها هي اكبر من الهاي اللي انا كاتبه، ده اللي هيخلي الصوره يعمل ايه؟ تعمل لها كروب. فالصوره مش تحت بكسل مني، ده الجانب، الجانب الثاني انا قاصد الكلام ده ليه يا جماعه؟ انا قاصد ان الصوره ان التصميم بتاعي فلويد، تمام؟ فلما نيجي نصغره هيطوي لي اجزاء من الصوره، انا مش عايز الصوره تصغر عشان ما تبكسلش مني، ده يرجع لي انا، انا عايز كده. انت عايز تخلي الكونتنت بتاعك، ها وده هيحصل كمان شويه، عايز تخلي الكونتنت بتاعك يبقى برضه فلويد، هنجيلها بعدين، او يبقى الكونتنت ريسبونسيف هنجيله كمان شويه، تمام؟ متفقين؟ ده الجانب. فالصوره كده حتى الان ما تزعلش حد، او الهاي بتاعي مظبوط وفق الهاي اللي انا واخده من الدايمنشنز بتاع الصور، انا مش بشتغل من دماغي يا جماعه، تمام؟ ده بالنسبه للهاي. الجانب الثاني هستخدم فين يا عم انت شغال تقول صوره؟ فين الصوره؟ الباك جراوند. طبعا انا هستخدم جنرال سيلكتور طبعا يو ار ال، تمام؟ وافتح القوسين اقول والله اسمها كان ستيرز، ستيرز كده باين، انا مش متذكر بالظبط، تمام. ستيرز دوت جي بي جي، تمام. وطبعا انا هقول له نو ريبيت، هستخدم نو ريبيت، تمام. ستيرز دوت جي بي جي دوت وادي الجي بي جي، تمام. واقول له نو ريبيت. ده بالنسبه ليه الصوره بتاعي يا جماعه، تمام. رايت اوكي ماشي. ده بالنسبه للبانر، ماشي. البانر تحت منه في ايه؟ لو انا رحت للصوره ده بالبانر، في عندي الكلمه دي اللي هي الكلمه دي في ملف ال HTML بتاعي كانت ايه؟ كانت واخده اتش 2 في الكلاس اللي اسمه بانر، نفس السيناريو. فانا معايا الكلاس اللي اسمه بانر، انا ادي عليه عايز مني ايه؟ عايز منك اتش 2 اللي جوه منك، عايز منها اتش 2 دوت بانر اتش 2 ريبيت. انا حاسس ان في مشكله يعني. تمام كده اوكي ماشي. عايز منها ايه اتش 2 ديت؟ طيب في الاول انا هحط شويه ستايلات كده بشكل عام، تايبوجرافي، فونت سايز، ده يرجع لك طبعا. اتنين ام جانب، الجانب الثاني ليتر سبيسنج عشان اعمل التاثير بتاع فصل الحروف ده اللي هي المسافات اللي ما بين الحروف، برضو جانب جمالي. ليتر سبيسنج هتخليها 1/10 اي ام علشان ما تبقاش حجمها كبير يعني. الجانب الثاني البادنج، ها يا جماعه مين بادنج؟ بالله مين يقول لي بادنج يا جماعه وياخد مني هديه؟ او مش هياخد مني حاجه يعني، هياخد مني دعوه حلوه بصراحه، تمام. بادنج من فين؟ ايوه بالله ربنا يسترك يا رب. بص كل ده بادنج،
كل ده بادنج، وفي بادنج من تحت وهنا وهنا، اعمل ايه؟ فين البادنج بتاعي؟ من فوق ومن على اليمين، واصفر الباقي وهو والباقي ينطلق. تمام؟ يعني انا واخد المسافه ديت كلها من فوق لغايه هنا، اعتبر انا يعني برضو بشكل مش هقول لك بشكل عشوائي يعني، بس المساله محتاجه تجربها اكتر من مره بحيث انت توصل للرقم ده. تمام؟ ماشي. فانا هشتغل بادنج على من فوق، من فوق يعني هي هتتزج من فوق 350 بكسل، هي حجمها 450 فهي يعني 350 بكسل، بعدين من على اليمين 25 بكسل. الجانب ده عايز يتجرب، وبعد ما تجربها هتاخد القيم. تمام؟ انا حطيت القيم 0 و0 مش علشان تبقى 0 و0 بمعنى ادق، علشان ما تتسابش فاضيه، عشان لو اتسابت فاضيه هيتاخد من فوق ومن تحت، ولو اتسابت فاضيه هيتاخد من اليمين والشمال. طب انا حطيت قيمه معينه، ومش شرط تكون نفس القيمه بالملي. هو ايه بالظبط بالملي؟ انا شغال هحسبها ازاي يعني؟ انا مش بنجم يا جماعه، انا حطيت القيم من فوق ومن على اليمين، الباقي هصفر. تمام؟ هياخد القيم اللي فوق وهياخد القيم اللي على اليمين، ومش هيبص على القيم اللي على القيم التالت اللي هي من تحت وشمال، لان الكلام ده بيعمل له سي اس اس كاسكيدنج، هيعمل كاسكيد للقيم اللي من فوق وكاسكيد للقيم اللي على اليمين. الرول الاساسي بتاعها يعني ايه هي سي اس اس بتعمل ايه بالظبط. الجانب الثاني كان خاص بالكلر، وفي الكلر بتاعي انا هخليها اشعل لون الابيض، خلاص بلاش نكتبه كتابه باللون الابيض. وبالاخير هستخدم تكست اونلاين عشان يتحط الكلام في نص معايا سنتر. اللاين فيها مشكلة، تكست اللاين معايا القيمة سنتر. تمام؟ تكست اللاين معايا القيمة سنتر. تمام؟ اوكي. سنتر. تمام. رايت. الله المستعان. اوكي انا كده تقريبا استايلت في البادي، استايلت في الجانب ده مساحتها، وحطيت الاستايلات الخاصه به ال H2. اتبقى لي ايه؟ الناحيه الثانيه. ها ندخل على المنيو. تمام جميل. بالنسبه للمنيو فانا مستايل دايركتلي بالكلاس اللي اسمه منيو. انت عايز منه ايه؟ نفس الكلام اللي انا عملته على الكلاس اللي هو كان خاص بالبانر، هاخد منه بس حاجتين اتنين. هاخد منه الفلوت اللي هيبقى رايت، وهاخد منه الويتس اللي هيكون عباره عن 35%. تمام؟ كده يبقى معايا 35% و63، يبقى معايا كام؟ 2%. وال 2% ديت يا جماعه هي ايه؟ هي هتكون عباره عن الجاب ما بين الاثنين، وطبعا الهاي بتاع المنيو ده كده انا ما حطيتش هاي، يبقى ايه؟ هيشتغل على الهاي بتاع الانسيستور بتاع. تمام؟ رايت. النقطة الثانية هنتكلم بقى جوه المنيو، في ايه جوه المنيو بتاعك؟ في مجموعة من في الأول عند المنيو كان في اتش 2، بس للأسف اتش 2 أنا ما عنديش اتش 2 في المنيو. انا كنت حاطط عنوان اسمه القائمه الجانبيه في المنيو. تمام اوكي. خلونا طيب، يبقى انا كان عندي في الاستراكشر بتاع الاتش تي ام ال بتاعي كان ناقص حاجه كده على غرار اليو ال، كان المفروض اني احط اتش 2 واقول له والله داش اتش 2 ان ديت عباره عن اسمها القائمه الجانبيه، انا نسيتها والله يا جماعه. تمام؟ ديت هحاول استايلها شويه برضه نفس السيناريو، هقول له دوت مانو وبعدين اتش 2. عايز منها ايه؟ عايز منها شويه ستايلات كده، اولهم بيكون عباره عن الفونت سايز برضه تايبوجرافي، المرات دي واحد واحد اي ام، والفونت ويت ان نورمال، الجانب الثالث المارجن بوتوم، بحس انها تسيب من يا جماعه من تحت منها مسافه، يعني لو كان في التصميم انها تسيب المسافه دي ما بين دي القائمه الجانبيه ما بينها وما بين العناصر بتاعتها، تسيب مسافه صغيره زي ما انا سبت من فوق ما بينه وما بين العناصر مسافه صغيره، فديت اللي بيحصل. مارجن بوتوم اقول له مثلا القيمه بتاعتي خليها فيكسد ولا ريلاتيف، انا مستخدم بنص ام يعني خليتها ريلاتيف شوية. تمام؟ ده مارجن بوتوم. كولر هستخدم
لون، اللون هيكون عبارة عن هاش معايا اللون الأبيض اف اف اف، ومستخدم خلفية بقى علشان تبين اللون باك جراوند في مش هستخدم فيها بالشورزن على كده، وهكتب منها لون ار جي بي يا جماعة. فاتح القسم بتوعي، اكرر تاني، الالوان ديت انا ناجي لها مسطرة 100 مسافة 90 كوما 102. تمام، ده بالنسبة لي كود اللون تبعي. هنزل تحت واستخدم بادنج، وفي بادنج انا هتكلم عن نص سي ام، وهستخدم تكست داش اللاين، وهقوله سنتر عشان العناصر تبعي تبقى في نص سنتر. اوكي تمام، ده بالنسبة لي ال اتش 2. الجانب الثاني هتكلم عن ان ايه بقى الرابط بتوعي. تمام، الرابط بتوعي ف ماشي، خلونا نتكلم على الايه دايركتلي بشكل عام. كل الانكورز اللي موجودين عندي، إيه انا مش هخصص حاجه، ان هي كده كده كل الروابط اللي موجوده معايا كانت موجوده في القائمه، فانا مش هخصص حاجه، بس انت ممكن تكتبها طبعا بالمنيو بعدين يو ال وبعدين تنادي عليها سبيسيفيك يعني. تمام، ده الجانب. اول نقطه هعملها بتكون كالعاده زي ما احنا متفقين ديسبلاي، علشان تكون الروابط بتاعي بلوك. اوكي تمام، ديسبلاي بلوك. الجانب الثاني كلر، كلر حط لها لون، واللون بتاع الرابط برضو ار جي بي، افتح قوسين، وعبارة عن 76.67.65 انت. تمام، وبعدين مارجن بوتوم، كل واحد ما بينه وما بين الثاني يعني يسيب تحت منه مارجن بوتوم مجمع عبارة عن 1 بكسل علشان نحافظ على المسافات. وطبعا برضو هنحط تكست داش لاين علشان تكون القيمة سنتر. اوكي تمام، ده الجانب. الجانب الثاني بالنسبة للمنيو ال اي، هنزل على الكلاس اللي اسمه منيو. مال ال اي ديت، ال اي انت عايز تحط لها برضو باك جراوند، خلفية معينة، العناصر تبقى لها تبقى بخلفية معينة. الكلام اللي انا كنت اتكلم عن الرابط في اللون، لون الخط اقصد. تمام، لكن في ال اي انت عايز تحط ايه خلفية بقى للعناصر نفسها، خلفية عشان تكون باك جراوند. ونفس السيناريو ار جي بي، افتح البريسس بتاعي ومعايا 237.228.214. هذه طلعت مش كومة، هذه كومة كومة، فنسلمر بال اعمل كنترول اس، وبيبقى معايا التأثير الجميل اللي هو بيخلي العناصر اللي هي يعني ايه تاخد، انا مش على الهوفر يا جماعه، ان هي تبقى لون ولون، فاهمني؟ ده اللي هي كانت السودو كلاس، فاكرين الجانب ده لما خدناه في ال اتش تي في السي اس اس، اتكلمنا عن السودو كلاسات والسودو اليمنت والكلام ده. راجع، نحاول نرجع كورس السي اس اس لو النقطه دي بالذات يعني ال اي. هحط النقطتين واقول له والله ان تي اتش تشايلد داش تشايلد. تمام، عايز منه ايه؟ لا انا عايز منه الايفن بس، انا القيم الفرديه بس هي اللي هحاول استايل عليها الاكسبريشن اللي جاي ده، اللي هي هغير لون الباك جراوند بتاعها يا جماعه كنترول سي علشان يكون لون تاني طبعا. واللون ديت برضه تمام، هو المفروض ان هو ديت اللي هيتغير يا جماعه، انا اسف، 216 وده هيكون 213 وده هيكون 188. اوكي، ده بالنسبه للكنترول اس. انا كده انهيت الكلام عن القصه دي. يتبقى بعدين ان انا اشتغل على التاثير بتاع الهوفر دوت مينو. تمام، ايه عايز منها؟ ايه عايز منها الهوفر؟ وفي هوفر هبتدي اغير الكالر والباك جراوند. تمام، الكالر هيتغير، هيبقى هاش على اللون الابيض اف اف اف. تمام، واغير الباك جراوند يا جماعه علشان تكون ار جي بي. تمام، و اند هتاخد 100.98.102. تمام، طبعا الكلام ديت مش هيخليني انسى اني المنيو سيلكت العنصر اللي معايا اللي انا ما استخدمتوش حتى الان، المنيو
السليكشن منيو ديت يا جماعه اللي هي السليكت يعني. فانا هحدد الجنرال سيلكتور بتاعها اللي هو برده سليكت. طبعا انا مش عايز يظهر في الديسكتوب طبعا يعني، مش هينفع اتحكم في ان هو ما يظهرش بالخاصيه ديسبلاي. طبعا الناس عارفه الكلام ده، تقول له لا ديسبلاي نان انا مش عايزها تظهر معايا. ده طبعا كل الميديا رول اللي انا عايزها في الديسكتوب ستايلز. تمام خلونا نعمل كنترول اس ونشوف ايه النتيجه. لو انا عملت ريلود هلاقي اني هذا الكلام بتاعي شغال. بس انا كده تقريبا عندي مشكله. عندي مشكلة، ايه هي المشكلة؟ تيجي نشوف ايه المشكلة فين. ممكن تمام يا جماعة، كانت المشكلة في الكود مش في الـ CSS viewer، كانت في الاوفر فلو. الاوفر فلو ما كانت قيمتها نان، يعني كان المفروض انها تاخد القيمة هيدن. و تمام جانب وصلنا للنتيجه ديت. العناصر هنا هنحاول نديلها نفس البادنج من كل النواحي عشان يبقى شكلها زي القائمه الجانبيه. فبالنسبه ليه العناصر ديت في الايه في الروابط هتاخد نفس السطر بتاع بادنج نص سي ام علشان تبقى شكلها زي العمود اللي فوق منها يعني. تمام ديت بالنسبه للجانب ده. لو عملنا كنترول اس هنلاقي ان الامور مشيت كده على مسار كويس. تمام كده التصميم بتاعي ريسبونسيف للشاشات. وطبعا اول ما اضيق فهو ريسبونسيف فلويد اهو، القايمه بتقل شرينكينج في المية، والصوره بتعمل لها كروبنج بيتقطع اجزاء منها لغايه لما نوصل لرينج معين. الرينج اللي اهو نوصل له ده يا جماعه كده انت طلعت بره الرينج بتاع الميديا كوير اللي انت حاططه له، اللي هو عباره عن ايه 7 6 9. يعني انت دلوقتي اقل من 7 6 9 فدخلت في رينج تاني اللي هو الرينج الخاص بالتابلتس. ده بالنسبه له الجزء الاول. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه والرولز بتاعت التابلتس. ما تنسونا من صالح الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.